كاسيانو الله جابها في الشباك. وطبعا ايطاليا الزملكاوي والاهلي اليوم واسطر يا سلطان بيمسك الكرة ويستحوذ عليها. اهم شيء الكرة ستسكن شباك من ستبقى رهينة على أرضية المباراة. تصويت يا عين عليك، حلوة 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 حلوة، لكن ايه، حط قوة رجله في الحتة التحتانية من الكرة ما تثبتش مع المرة دي. هجمة جميلة جدا وإيطاليا زملكاوي والأهلي اليوم، ويا ساتر يا رب. وادي كده ضربة حرة غير مباشرة، عرضية كده حتة من عبارات القارات، استقبال خطيرة وإيه، خلي بالك خلي بالك خلي بالك. لكن النهاردة الماتش جميل جدا جدا جدا، إيطاليا زملكاوي عامل ماتش رائع، والأهلي اليوم عامل ماتش رائع، وعرضية كده غريبة لكن مش معدية. إسلام أغرب يا جماعة، خلي بالك، لا قدر الله لو الكرة اتقطعت من هنا هتسبب مشكلة كبيرة. بيلعب سروه لكن يحط رجله في توقيت روعة الروعة، والدفاع النهارده صاحي جدا من ريال مدريد. ماشي معدي، سرو غريب لكن اعتقد هيعرض عرضية، وهوب وهي نهار ابيض يا نهار ابيض، يخرب عقلك يا راجل، عرضية جميلة جدا جدا، يمد رقبة الوزة لكن ما تظبطش معاه، وما زالت المباراة 0-0. حلوة جميلة في نص الملعب يا جماعة، اعتقد الكرة لو بقت على الارض هتبقى افضل من كده بكتير. حلوة في الشمال، عايز كده يسحب اللعيبة لبره شوية، يبحث عن ثغرة، لكن مدافعين ومقفلين واقطعين عليهم يا نور، خلي بالك خطيرة، وفوه يا عين عليك يا مانويل يا نوير. تسديدة جميلة جدا جدا من بنزيمة، لكن مانويل نوير يبعد الدنيا كلها وبيقول له ايه، مش هتعملها المرة دي يا بنزيمة. حلو في الشمال، طبعا بيلعب سلوك كده غريب قوي يا جماعة، اعتقد يا جماعة لو ظبطت السرعات اقسم لكم بالله ومليكوا علي حلفان الدنيا كلها هتتغير. مارسيلو وكالعادة سروهات مش معدية على أرضية الملعب، هلم وقتهم هلم وقتهم، هوبو يا عين عليك، فيها ايه فيها ايه، ما فيهاش اوف سايد، لكن تطلع ضربة مرمى ما قفلش فيها وش رجله الخارجي. حلوة جدا الكرة، ما زالت على الأرض وصفر صفر. بيلعبها ورا بيبي، طبعا يا جماعة سروهات تاني، كرة على الأرض هتبقى أفضل. جاريس بيل عرضية مش معدية، يا راجل يا راجل، رايح فين تجيب هدف في نفسك ولا إيه، ركز أكتر من كده. عرضية جميلة جدا مارتن مانويل نوير بيطلعها، لكن عفوا يا جماعة كنت أقول مارتن يول، حلوة جدا لكن عرضية برضك مش معدية. ضغط جميل جدا من ريال مدريد. ماشي معدي روبن يا جماعة، اوه خلي بالك خلي بالك، هناك شمالك فاضي، اعتقد يا جماعة برضك لو جري بيها وفتح سبرنت كده بسرعة محمد صلاح كان غير الدنيا كلها. ريبيري ماشي معدي من الشمال، ماشي معدي ماشي معدي ماشي معدي ماشي معدي ماشي معدي ماشي معدي، ايه خلي بالك خلي بالك، خطير 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 خطير، اوبا يا نهار ابيض يا نهار ابيض، حلوه جدا لسه فيها، قطعت الكوره خلي بالك خلي بالك، جميله جدا 1 2 اوب اوي يا راجل يا راجل، اظبط في ال 18 اظبط في ال 18، ايه يجي طبعا عند ال 18 ويضيع، بلاش الحاجات دي بلاش الحاجات دي، اقسم لكم بالله ومليكوا عليا حلفان ابطل اعلق على اي ماتشات نهائي. تخبط في المؤخرة، كورة غريبة كورة غريبة كده بتخبط في المؤخرة، معلش يا جماعة، بيلف حوالين نفسه، ماشي ومعدي ابيدال روبن ليفاندوسكي ليفاندوسكي، جميلة جدا، وانتو رائع، راح خلي بالك خلي بالك يا راجل
يا راجل على المينا فاضي يا راجل، قطع الكورة عمل تكل، خطير خطير خطير، هوب وهي وهي يا ها يا نهار ابيض، حلوة جدا، لسه فيه لسه فيه لسه فيه، هوب وهي ايه وهدف، الله 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 الله، يخرب عقلك يا اهلي يا يور، الوة حلوة حلوة حلوة، حطها في الركن البعيد الهادي، لا يسأل عنها اطلاقا، لا يسأل عنها اطلاقا، لفها له لفة جاتوه يا بتوع البتوع. عفوا يا جماعة، طاليان زملكاوي اللي جاب الهدف ده طبعا عدم التركيز من محمد نصر ونصر بتاع الكبدة. لسه ضارب كده سندوتشين من نصر بتاع الكبدة، عمل سندوتشين اكلهم انا وعبد الناصر زيدان، ايه اقسم لك بالله جالي انتفاخ. توريس عرضية، خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك، خطيرة وخطيرة، حلوة جدا في اليمين، ماشي معد ماشي معد ماشي معد ماشي معد، يا عيني عليك يا عيني عليك يا عيني عليك يا ايطاليانو يا زملكاوي، يا متع الدنيا كلها النهارده، الاهلي 1-0 خسران خسران، خلي بالك خلي بالك يا راجل، العب كورتك على ارضك والعب الكرة على الارض، هتشوف كوره جميله. ايه يا حكم ايه يا حكم، الحكم بيدي ضربه حره غير مباشره، بيلعبها سريعه جدا في الشمال، ماشي ايطاليانو زملكاوي، حلو جدا في نص الملعب، عامل ماتش رائع 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 يا جماعه، ده طبعا النهارده ماتش جميل جدا، خلي بالك خلي بالك، بيجري له روبن، خطيره خطيره، عرضيه هوبا وهي هوبا، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، حلوه جدا جدا، لكن ما تظبطش معاه المره دي، يا عين عليك يا ايطاليانو يا زملكاوي، يا عين عليك يا ابني، يا عين عليك يا جميل المحيا، حته من الشمال جميله جدا جميله جدا، ماشي ومعدي، لكن سيرجيو راموس يقطع عليه ميه ونور، ويقطع يقطع الكره منه، لسه الكره في الشمال، ماشي ومعدي ماشي ومعدي، لكن تقطع منه مودريتش. طبعا يا جماعه النهارده ناصر بتاع الكبدة بيسلم عليكم، ونقرا كومنتات من اللي هناك، الريال الاهلي اليوم، وايه وهدف وايه وهدف 2-0، معلش يا جماعة كنت بقرا كومنتات من هناك، لكن الهدف الثاني لإيطاليان زملكاوي، يا ترى يا هل ترى هتعمل ايه يا فاروق يا جعفر انت ومن والجزيل، حلوة في الشمال جميلة جدا، 2-0 وما زالت الكورة على أرضية الملعب، الصفارة الحكم هي اللي تحكم كل شيء، إذا قال الحكم الكرة على الملعب، لكن لو صفر الحكم تنتهي كل شيء، وهقول لكم كل عام وأنتم بخير وألف مبروك لإيطاليا الزملكاوي. الأهلي اليوم بيدعك في عينيه ومش شايف حاجة، حلو خطير خطير يا راجل يا راجل، هوب يا عيني عليك، وهوب خطير، خلي بالك خلي بالك خلي بالك يا راجل يا راجل، اقفل فيها وش رجلك وحطها في البعيده، اقسم لك بالله هتروح في الحته اللي هناك دي، لا يسال عنها اطلاق. ايطاليانو زملكاوي عري، حد يجيب له منديل وينشف له عرقه، الراجل ما بيضحكش خالص، 2-0 وماتش صعب، وايطاليا زملكاوي ماسك الماتش ومكسر الدنيا وعمال يضحك، سمعنا الضحكه الثانيه، حلوه في اليمين روبن، جميل خطير خطيره، ثلاثه ولا ايه ثلاثه ولا ايه يا راجل يا راجل، طفش بره لو مش قادر تبصيها عدل، طفش بره، جميله في الشمال روبن بيعمل حركات كده استعراضيه يستفز المنافس، بلاش تقف على الكورة، جميلة جدا، خطير خطير، وهوب وهي وتلاتة تلاتة، ايه تلاتة، جميلة جدا جدا جدا، حطها له وشفها له، بيقول له ايه، بيقول له المرمى خالي، وبيقول له تعالالي، يا عين عليك يا ايطاليان يا زملكاوي، 3-0 اسد يا ابني اسد، عرضيه عرضيه عرضيه، يا عيني عليك، حلوه حلوه حلوه، لكن ما تظبطش معاه المره دي، ايه يا ابني ده، ايه اللي بيحصل ده،
كورة جميلة جدا، لكن الأهلي اليوم مازال خسران، مازال خسران. حلوة جدا، ماشي معدي جاريس بيل عرضية مش معدية، مقفلين دفاع بايرن ميونشن مية ونور. حلوة سقطية مش معدية فقط على الإطلاق، كورة على الأرض هتشوف كورة جميلة. ماشي ومعدي روبن، حلوة جدا. يا جماعة قلت لكم حد يجيب لي منديل هنا، الراجل بتاع الأهلي اليوم بيخر مية. حد يقفل المحبس كده، تسديدة بالشمال لكن مش معدية. طبعا ناصر بتاع الكبده جاب لي مناديل، طلع له منديل هيمسح بيه عرقه. اتفضل يا باشا، اتفضل تاخد ثلاث، تاخد ثلاث مناديل كفايه واحد. واحد بيقول لك هناك الصوت اسلام فوكس، يا مساء الانوار، متع عقلك. بيقول لك الريال الاهلي اليوم بيقولوا احنا مباشر، اقسم بالله. طبعا يا جماعه احنا مباشر، محمد نصر مش موجود. سقطيه مش معديه وما زال اللقاء على ارضيه الملعب 3-0. جاريس بيل بيعمل تكلينج غريب جدا في نص الملعب كده، سقطيه حلوه جدا، خطيره يا راجل يا راجل، حرام عليك يا راجل. لم وقته في الشمال، فيها ايه؟ فيها اوف سايد. هو جول. يا عين عليك يا ابني، طلع له منديل تاني يا جماعه. معلش، كل هدفين بمنديل اهو، خليه جنبك عشان الحنفيه دلوقتي هتطلع ايه؟ هتطلع بنزين. وادي جاريس بيل، حلوه جدا جدا، عرضيه مش معديه في الشمال، مارسيلو خطيره يا راجل، اقطم ولف كده، الراجل قافل عليه ما يقولوله زي ما بقول له. حلوه جدا، خطير. هيبقى خمسه ولا ايه؟ يا نهار ابيض، ده ماتش جميل جدا، ماتش في كميه الروعه يا راجل. حرام عليك يا راجل، توني كروز حلو، لكن بيقول له ايه؟ الحكم بيقول له فاول ورجعها. كريستيانو رونالدو على الكرة، وهوبا مانويل نوير. معلش يا جماعة مش عارف معلق معايا مارتينيول ليه. حلوة جدا، استحواذ على اللقاء واستفزاز اللعيب الخصم، بساط كتيرة جدا جدا واستحواذ في كمية الروعة. يا عيلة عليك يا ابني، عرضية جميلة وهوبا وخمسة، طلع له منديل، ما تطلعش لأن المنديل التاني موجود يا جماعة، لو جه السادس نطلع منديل. أوكي. خمسة صفر، يا ترى هيبقى ستة وإحنا في شهر ستة؟ والعياذ بالله يا جماعة، ده فال مش كويس. حلوة جدا، إيطاليا زملكاوي، جميلة جدا من روبن، ماشي معدي في الشمال، تتقطع منه كورة سقطية كده مش معدية. يا عين عليك، الجون ده باللقاء كله، حلوة، كورة مدوية، ناخد منه المنديل يا جماعة. وطبعا السنة اللي فاتت نفس النتيجة، طبعا بيغششوني من بره. وهوبا 6-1. طبعا الزمالك النهارده علم على الاهلي 6-1، يا ترى بتردها له ولا ايه يا ايطاليا يا زملكاوي؟ يا عيني عليك بقى، لو جبت السابع يبقى كده ماتش البرازيل. يا العرضة بتقول له ينتهي اللقاء ب6-1. ومعكم اسلام فوكس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.